كشفت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى برئاسة سعادة الأستاذة دلال جاسم الزايد رئيس اللجنة عن إنجازها نحو 65 موضوعا أحيل إلى اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس، مشيرة إلى أنها عقدت نحو 33 اجتماعا وكانت السباقة في عقد اجتماعاتها عن بعد باستخدام تقنية الاتصال المرئي، وذلك التزاما بالإجراءات والتدابير التي حددها الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا. وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة السيد عادل عبد الرحمن المعاودة عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى. مساء الخير سيد عادل، وما هي أبرز الإنجازات التي قامت بها لجنة الشؤون التشريعية خلال دور الانعقاد الثاني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. طبعا سبقني الأخ محمد عيسى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وذكر والمشاريع طبعا المهمة هي عمل للمجلسين كما ذكر. أهل اللجنة التشريعية أيضا عقدت في مجلس الشورى 33 حقيقة اجتماع، ناقشت فيها 5 مراسيم بصفة أصلية و6 قوانين بصفة أصلية واقتراحين بقوانين بصفة أصلية. أما الآراء القانونية معلوم أن كل القوانين لابد تمر على اللجنة التشريعية لإبداء الرأي القانوني والدستورية المشاريع، فبلغ عددها 52 رأي قانوني لمختلف اللجان في المجلس. طبعا كما ذكرت أن انتبهنا لقضية الحاجة لقضية الاجتماع الإلكتروني عن بعد، وبدأنا به والحمد لله وكان ناجح من أول اجتماع. فكنا مستعدين للتوجيهات، خاصة أن كان المفروض الكل يقرأ في الخطاب السامي الملكي في افتتاح دور الانعقاد، كان تركيز على الذكاء الاصطناعي، وقد كشفت هذه الأزمة كيف أن احنا ممكن نوفر كثير من الوقت والجهد ونعظم الإنجاز باستغلال هذه الأمور. وأعتقد هذا أيضا طال المشاريع التي ناقشناها، منها ما ذكرها أخي الأخ محمد عيسى، وذكر قانون حقيقة أزيد على توضيح لقانون ذكره وهو قانون المرافعات المدنية والتجارية. هذا الميزة فيه أنه القانون أتاح لرفع بعض الدعاوى إلكترونيا وإدارتها كاملة إلكترونيا، وهذا أعتقد إنجاز كبير سيسهل العمل في المحاكم. طبعا أيضا يرى أيضا يعاضده قانون الوساطة التي كلها تصب قوانين جدا مهمة للناس، لأنها تسرع من القضايا، تقصر الانتظار بالقضايا. ومعلوم أن الاقتصاد والعمل الناجح يقوم على بنية تشريعية قوية، وهذا ما يعني أعطاه المجلس واللجنة التشريعية حقيقة جهده الكبير. نعم سعادة السيد عادل عبد الرحمن المعاودة عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، شكرا لكم ولجهودكم.